نتحدث في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن المسح على الخفين. سابعا، لو أن الإنسان لبس، وسأمثل على الشراب لأن هي المشهورة وهي جورب، لو أن الإنسان مثلا لبس الشراب بعد كمال الطهارة فمسح عليها ثم احتاج إلى أن يلبس شرابا ثانية لشدة البرد، فهل له أن يمسح على الأعلى؟ الصحيح أنه له أن يمسح على الأعلى ولا إشكال في ذلك. عكسها لو أن الإنسان مثلا كان في شدة برد ولبس شرابين على طهارة ثم قل البرد أو جاء هناك حر فأراد أن يخلع الأعلى، فالصحيح أن له أن يخلع الأعلى وأن يمسح على الأسفل، وذلك لعدم الدليل على عدم صحة ذلك. فالأدلة مطلقة، فالأدلة مطلقة.